خطتي المستقبلية هي أني دائما أسعى لأن أكون دور فعال في المجتمع وأمثل بلدي في المحافل الدولية والمؤتمرات الخاصة بالمجال الطبي. دراسة هندسة الميكاترونكس بجامعة السلطان قابوس. هندسة الميكاترونكس عبارة عن جمع بين الميكانيك والإلكترونيات والسوفتوير، فأحس أنها من التخصصات اللي إن شاء الله راح تساهم في بناء رؤية عمان وراح تحقق أهداف هذه. الحمد لله الله رزقني أني أكون من 10 الأوائل المكرمين على مستوى السلطنة، والحمد لله انقبلت في بعثة STEM اللي هو برنامج البعثات الدولية بتخصص الأمن السيبراني بإذن الله، وهو تخصص مهم جدا خاصة لتحقيق رؤية عمان 2040، لأنه من التخصصات التقنية اللي تمثل مستقبلنا